إليكم أبرز 10 مقولات قالها العالم الكبير الدكتور أحمد زويل. الغرب ليس أذكى منا، لكنهم يدعمون الفاشل حتى ينجح، أما نحن فنحارب الناجح حتى يفشل. لدي أمل كبير أن هذه الجائزة سوف تلهم الأجيال الشابة في الدول النامية وتحثهم على الأخذ بأسباب العلم والاعتقاد بإمكانية الإسهام في دنيا العلوم والتكنولوجيا على المستوى العالمي. حب العقل أقوى وأعمق وأبقى من حب القلب. التفوق في مجال العلم والتكنولوجيا يعزز شعور الفخر بالوطن. وأنت في طريقك لمطار اليابان سوف تجد لوحة إعلانية عليها عبارة فكر لتبدع. أما وأنت في طريقك لمطار القاهرة سوف تجد لوحة إعلانية مكتوبا عليها تايجر اكبر وسيطر. المجتمع العلمي له 3 دعامات رئيسية وهي العلم والتكنولوجيا والمجتمع، فمن العلم تنشأ التكنولوجيا والتي بالتالي تساعد على تطويره، والاثنين لا يتواجدان إلا إذا كان المجتمع يدرك ويقدر قيمة العلم. إن التاريخ لن يغفر لهذا الجيل أن يترك الأمة العربية في وضعها الحالي. أنا إنسان صريح وليس لدي طموح سياسي، كما أنني أكدت مرارا أنني أريد أن أخدم مصر في مجال العلم وأموت وأنا عالم. الجميل في أمريكا وهو ما جعلها تتقدم على العالم علميا أن الخيال لا يقتل وليست له حدود، وكل المؤسسات تشجعه، والعالم الحقيقي المحب لعلمه لابد أن يحلم، وإذا لم يتخيل العالم ويحلم سيفعل ما فعله السابقون ولن يضيف شيئا. لا يمكن أن يبدع الخائفون،